بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة والأربعون جهود القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل دروسنا في بيان مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قد انتهى بنا الدرس الماضي إلى هذه المسألة، وهي جحود القدر. فمن مسائل الجاهلية إنكار القدر، وزعمهم أن الأمور تجري بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يريدون بهذا أنه لا مشيئة لله عز وجل، لأنه لو كان هناك مشيئة لله لمنعهم من أن يشركوا وأن يحرموا ما أحل الله عز وجل. هذا قول في الآية، أنهم ينكرون القدر ويزعمون أنه لا قدر. وهذا هو الذي عليه المعتزلة، وكان هذا من مذهب المجوس المزدكية، وأخذ به المعتزلة، فنفوا القدر وجعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه ولا يخضع لقدر الله، وإنما الإنسان هو الذي يريد هذا العمل ويقوم به بدون أن يكون قد سبق من الله تقدير لهذا. ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستحدث، لم يسبق أن قدر وأن كتب في اللوح المحفوظ. فهذا مذهب منحدر من المجوس، وعليه جاهلية العرب كما ذكر الله عنه. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام. ثم في سورة النحل صرحوا بهذا، فقالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي سورة الزخرف قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الله تعالى: ما لهم بذلك من علم. وفي سورة الأنعام يقول جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وفي سورة النحل يقول سبحانه وتعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا قول في الآية. والقول الثاني أنهم يثبتون أن معنى هذا أنهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله سبحانه وتعالى، ويقول: لولا أنك رضيت بهذا ما قدرته علينا، لولا أنك رضيت بالكفر ورضيت بالشرك ورضيت بما قدرت هذا ولا شئته ولا أردته. فهم لا يفرقون بين المشيئة وبين الإرادة. المشيئة قد يشاء الله شيئا وهو لا يشرعه ولا يحبه، وقد يشاء شيئا يحبه ويشرعه سبحانه وتعالى. والإرادة كذلك على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية.
فليس من لازم المشيئة المحبة أن الله يحب هذا الشيء حتى يحتجوا به على الله. قد يشاء الله شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى حكمة منه للابتلاء والامتحان وتمييز الخبيث من الطيب. وقد يريد شيئا وهو لا يريد يحبه، أراد الكفر من الكفرة وأراد خلق إبليس وهو عدو له مضل لأجل يمتحن به العباد، يتميز المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر، خلقه لحكمة وأوجد الكفر والشرك والإلحاد لحكمة، وأوجد الإيمان والطاعة أوجدها لحكمة تضادات من أجل تمييز العباد أهل الخير وأهل الشر. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قولهم لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. فليس من لازم المشيئة أنه يحب هذا الشيء كما يزعمون. الله لا يحب أنهم يعبدون هذه الأصنام، ولا يحب أنهم يشركون، ولا يحب أنهم يعبدون من دونه، ولا يحرمون ما لم يحرمه سبحانه وتعالى. الله لا يحب هذا، وإن كان شاءه وأراده كونا وقدرا فهو لا يحبه دينا وشرعا. فهذا القول الثاني في الآية، أنهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله ويعذرون به أنفسهم. والقدر لا يحتج به على المعاصي، وإن كانت المعاصي واقعة بقدر الله فهو لا يحتج به، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بنقص في ماله أو بموت قريبه فإنه يحتج بالقدر ويقول ما إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. القدر يحتج به على المصائب من أجل الصبر والاحتساب، ولا يحتج به على المعائب والمعاصي. فالمسلم يتجنب المعاصي، وإذا وقع في شيء منها يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعلل بالقدر، أن الله لم يجعل القدر عذرا. فالناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في القدر والشرع على ثلاثة أقسام. القسم الأول المجوسية، الذين يثبتون الشرع وينفون القدر، وعليه المعتزلة من هذه الأمة، هم يؤمنون بالشرع والأوامر والنواهي ولكنهم ينفون القدر. هذه فرقة، وهذه المسألة التي ذكرها إنكار القدر، هذه واحدة. الفرقة الثانية، وسمي هؤلاء بالمجوسية لأنهم يثبتون خالقين مع الله. المجوسية أثبتوا خالقين، والمعتزلة القدرية أثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل. إذا قالوا إن كل إنسان يخلق فعل نفسه فصار معناه أن مع الله خالقين متعددين، تعالى الله عما يقولون، ولذلك سموا بالمجوسية، مجوسية هذه الأمة. القسم الثاني الإبليسية، وهم الذين يثبتون القدر وينفون الشرع، يزعمون أنه لا شرع وإنما هو قدر، كما قال إبليس ربي بما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله ولم يعترف بذنبه ومعصيته لربه عز وجل، وأن سبب إغوائه إنما هو امتناعه من طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام. هذا هو السبب، هو لعنه الله أغفل هذا وقال بما أغويتني ولم يعترف بذنبه. وهذا مذهب الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر ولا يعترفون بالشرع، ويقولون العبد مجبر على، ما يقدر يتخلى عن الكفر ولا يقدر يتخلى عن المعاصي ما دامت مقدرة عليه، ما يقدر ولا يستطيع. هؤلاء هم
الجبرية الإبليسية، والفرقة الثالثة الذين أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع ولكن زعموا أن بينهما تعارضاً، وهؤلاء المشركية، مشركية العرب الذين يثبتون القدر ويثبتون الشرع لكن يزعمون أن بينهما تعارضاً، تعالى الله عما يقولون. والشيخ ذكر الطوائف الثلاث، ذكر الطائفة الأولى المنكرة للقدر، والطائفة الثانية المحتجة بالقدر، والطائفة الثالثة المعارضة بين القدر والشرع، وأفرد لكل صنف مسألة. كل هذه موجودة في الجاهلية، وورثها من ورثها من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام. أما أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان فإنهم يثبتون الشرع ويثبتون القدر وينفون التعارض بينهما، ينفون التعارض بينهما. هذا مذهب المسلمين، إثبات القدر وإثبات الشرع وأنه لا تعارض بينهما ولله الحمد. الله قدر المقادير وشرع الشرائع وليس بينهما تعارض. نعم. هذه الفرقة الثانية التي تثبت القدر وتحتج على الله به، وهذه فرقة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر ليس له اختيار، لأن الله قدر عليه هذا الشيء، لو شاء الله ما أشركنا. فهم احتجوا بمشيئة الله على شركهم، وأنهم لا حيلة لهم في هذا. نعم. هذه الطائفة الثالثة معارضة شرع الله بقدره، يزعمون أن بين القدر وبين الشرع تعارضا، كيف يقدر ثم يشرع خلاف ما يقدر كما يقولون. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر، من مسائل الجاهلية مسبتهم للدهر، بمعنى أنهم ينسبون التصرف إلى الدهر، ينسبون الموت والحياة، وينسبون الغنى والفقر، وينسبون المصائب إلى الدهر، ولذلك يذمون الدهر دائما في أشعارهم وفي كلماتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسبة الدهر، فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في حديث آخر، حديث قدسي، أن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالتقدير والمصائب والمكاره والنعم والمسرات والخير والشر هذا كله بيد الله عز وجل، وليس هو من الدهر كما يقولون، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. هؤلاء يقال لهم الدهرية، بمعنى أنهم ينسبون الحوادث التي تجري في هذا الكون مما يكرهون ومما يحبون، ينسبونه إلى الدهر، يقول الدهر معك يا فلان طيب، أو الدهر عليك نحس، أو ما أشبه ذلك. هذا كله لا يجوز، سبة الدهر لا تجوز ولا مدح الدهر. الدهر إنما هو زمان ليس له تصرف في شيء، وإنما المتصرف هو الذي خلق الدهر سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، تلك الأيام نداولها بين الناس. الدهر ليس له شيء من هذا الأمر. نعم. إضافة نعم الله إلى غيره، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا سبق له نظائر، أنهم ينسبون النعم إلى جهودهم وأعمالهم ومعرفتهم، ولا ينسبونها إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون لما آتاه الله الكنوز والثروة العظيمة والأموال، ونصحه أهل الإيمان بأن يحسن التصرف
في هذه الأموال وأن يشكر الله عز وجل، أنكر أن يكون ذلك من الله، وإنما هو حصل عليه بكده وكسبه وحذقه. قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل على علم من الله أنني أستحق، فالله أعطاني هذا لأنه يعلم أنني أستحق هذا، وليس له فضل في ذلك لأنني أستحق هذا الشيء. وقيل على علم عندي، يعني على خبرة مني بوجوه الكسب، فأنا حصلت هذه الثروة لأنني حاذق في وجوه الكسب وجمع المال، فنسب هذا إلى حوله وقوته ونسي أنه من الله سبحانه وتعالى. كما يقول الإنسان إنما، كما يقول الإنسان هذا لي، هذا لي، أي أعطيته باستحقاقي له، لا أن لله جل وعلا فضلا في ذلك. فهذا معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقيل أن المراد بنعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونه، ولكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم، يتظاهرون بإنكار الرسالة التي هي أعظم نعم الله، ينكرونها بألسنتهم تكبرا وعنادا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يعرفون صحة رسالته بقلوبهم وينكرون ذلك بألسنتهم، أو أن هذا عام في جميع النعم، لأن نعمة الله مضاف والمفرد إذا أضيف يعم، أيكون المراد بنعمة الله أي نعم الله. يعرفون نعم الله، يعرفونها بقلوبهم أنها من الله، لكن ينكرون ذلك بألسنتهم. فهذا من أمور الجاهلية، والواجب على المسلم أن يعترف بنعمة الله ظاهرا وباطنا، وأن يصرفها في مرضاة الله عز وجل. ولهذا قالوا أركان الشكر ثلاثة، أركان شكر النعمة ثلاثة: الاعتراف، التلفظ بها ظاهرا، تلفظ بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر. فالذي يعترف بها في الظاهر فقط وينكرها في قلبه هذا كافر بالنعم، والذي ينكرها بلسانه ويعترف بها بقلبه هذا كافر بالنعم، والذي يعترف بها ظاهرا وباطنا ولكن يصرفها في معصية الله هذا أيضا كافر بالنعم. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان الثلاثة في الشكر، شكر النعم. إذن فكفران النعم هو من مسائل الجاهلية. نعم. كفر بآيات الله عز وجل، هذا ذكره الله عن أهل الجاهلية أنهم لا تنفع فيهم الآيات. الكفر بآيات الله، والآيات العلامات، الآيات العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والأشجار والأنهار والبحار والجبال والمخلوقات، هذه آيات بمعنى أنها دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات كونية، والكون كله دليل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق، ولا فعل بدون فاعل ومدبر. الكون وما يجري فيه كله أدلة على الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والآخر يقول
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قرب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. إذا تأملت في هذا الكون، تأملت في هذه النباتات المختلفة، الطعوم والروائح والمناظر والكبر والصغر والمنافع، علمت أن لها خالقا حكيما مدبرا. الآن اخرج إلى البر في وقت الربيع وانظر في بقعة من الأرض كم ترى فيها من أصناف النبات والأشجار، البقعة الصغيرة كم ترى فيها من النباتات المتنوعة المختلفة، من الذي أوجدها ومن الذي زرعها ومن الذي سقاها ومن الذي أحياها بعد موتها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ألا يدل هذا على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة؟ هذه آيات كونية. والنوع الثاني الآيات القرآنية، الآيات القرآنية والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، هذه آيات عظيمة، كلام الله عز وجل وأدلة وحدانيته وقدرته واستحقاقه للعبادة كلها، ونفي الشريك عن الله والرد على المشركين، كل هذا في القرآن الكريم. إذا تأملت سياق الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وعن قدرته وعن إرادته ومشيئته وعن خلقه وإيجاده للأشياء وعن تمييزه بين الأنواع والأصناف، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالقرآن مملوء من هذه الاستدلالات على عظمة الله وقدرته استحقاقه للعبادة، وكذلك ما فيه من الأوامر والنواهي الحكيمة التي هي في غاية الحكمة لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، أوامر ونواهي ليس بينها تعارض ولا تناقض، وكلها لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة ولا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة وفيه خير للناس. هذا يدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، إذ لو كان من عند غيره لوجد فيه تعارض، وجد فيه تناقض، وجد فيه شيء غير صحيح، أنه يتحدث عن شيء وغير صحيح، ما في القرآن هذا. القرآن كله لله الحمد، كله حق، كله صواب، عين الصواب عين الحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمشركون يكفرون بهذا كله، يكفرون بآيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والوحي المنزل، ولا ينتفعون بشيء من ذلك. نعم. جحد بعض آيات الله عز وجل وإنكار بعض آيات الله عز وجل، وهذا كثير واقع من أهل الجاهلين، أنهم يكفرون إما بالآيات كلها وإما أن يكفروا ببعض. ولا شك أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر فإنه كافر بالجميع. ومن كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها فإنه كافر بآيات الله عز وجل، لأن القرآن، لأن السنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن. فالذي يكذب بعض الأحاديث الصحيحة أو يجرح فيها أو لا يصدقها كما يفعل بعض الكتاب اليوم، بعض المثقفين اليوم الذين لا يأخذون من السنة إلا ما يوافق أهواءهم ونظرياتهم، وأشد من ذلك ما عليه المعطلة للأسماء والصفات الذين يردون النصوص
من القرآن والنصوص من السنة التي تثبت أسماء الله وصفاته يردونها ويحكمون العقل فيها ويقدمون العقل عليها. هؤلاء من الذين يكفرون ببعض آيات الله عز وجل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآية الأخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام تؤمن بالبعض وتكفر ببعض الآخر. يؤمنون ببعض القرآن الذي لا يتعارض مع نظرياتهم وعقلياتهم، ويكفرون بالبعض الآخر إذا تعارض مع قواعدهم المنطقية، ويسلطون عليها الإلحاد والتحريف في معانيها. فهذا من الكفر ببعض آيات الله عز وجل. هم لا يكفرون بالجميع، يكفرون بالبعض، ومن كفر بالبعض فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يجب الإيمان بجميع آيات الله عز وجل، لا الإيمان بما يوافق الأهواء ورفض ما يخالف الأهواء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الإيمان لا يقبل التجزئة، لا بد أن يكون الإيمان بجميع ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به. أما الإيمان بالبعض والكفر بالبعض فهو كفر للجميع ولا ينفع صاحبه. نعم. الرسول أولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. المسألة 50 إنكارهم الرسالات، إنكارهم الرسالات. فالمشركون لا يعترفون بالرسالات نهائيا، الذين هم الوثنيون، الوثنيون لا يعترفون بالرسالة نهائيا. والكتابيون من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسالات ويكفرون بالبعض الآخر. اليهود جحدوا نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض أنه كافر بالجميع. فلو صدق بجميع الرسل إلا واحدا منهم فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية وهي قوله تعالى ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه قالتها اليهود من باب العناد والمكابرة. لما طلب منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حملهم الحسد والكبر على أن يجحدوا الرسالات كل، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا إنكار لجميع الرسالات. والذي حملهم على هذا وهم يعلمون أنهم على باطل، الذي حملهم على هذا المكابرة والعناد. رد الله عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام والذي أنتم تعترفون به. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهذا رد عليهم لما يعترفون به، وهو أن الله أنزل التوراة
على موسى. إذن اعترفوا أن الله أنزل على بشر، فما الذي يحملهم على إنكار إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذي أنزل التوراة على موسى هو الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالوثنيون ينكرون الرسالات نهائيا ولا يعترفون برسالة، وأما أهل الكتاب فإنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن أنكر بعض الرسالات فإنه كافر بجميع الرسالات. فهم كافرون بموسى عليه الصلاة والسلام، وكافرون بالتوراة التي بأيديهم، ما داموا يكفرون بمحمد ويكفرون بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تجدون المشركين في تعنتاتهم ينكرون أن تكون النبوة في البشر، ويقولون هؤلاء بشر مثلنا. ما الذي خصهم بالرسالة من بيننا ونحن أولى منهم؟ ويقترحون على الله أن يرسل ملائكة، يقترحون على الله أن يرسل ملائكة وأن لا يرسل من البشر، وهذا في آيات كثيرة. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا لا يليق أن يكون بشر إنسان مثلنا يوحي الله إليه ويخصه بذلك. وهذا من عجائبهم وتناقضهم، أنهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر ولا ينكرون أن تكون العبادة في الحجر. يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار المخلوقة الضعيفة ويستسيغون ذلك، يعبدون الأحجار ويجعلونها أربابا وآلهة، ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. هذا من تناقضهم العجيب. نعم. حديث القرآن هذا إلا قول البشر. نعم، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله. لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من عند الله عز وجل، أنكروا أن يكون هذا القرآن من كلام الله وأنه نازل من الله، وإنما هو من كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر. تحداهم الله في آيات، إذا كنتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر وفصحاء، فأتوا بمثل هذا القرآن، ما دام إنه كلام بشر مثلكم فأتوا بمثله، فأتوا بمثله. ثم تحداهم، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، استنجدوا بمن استطعتم من البشر ومن ما تريدون، خلهم يعينوكم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأخبر أنهم لا يأتون بسورة وأنهم لن يأتوا في المستقبل إلى يوم القيامة، تحدي باقي. ومع كثرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المكذبين له، ما استطاع أحد ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل. وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن العظيم، أن الله تحدى ولا يزال يتحدى الناس إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن، مثل قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة من القرآن. لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه من عند الله عز وجل. الحاصل
أن من مسائل الجاهلية إنكار أن يكون القرآن كلام الله، وقد أخذ بهذا المذهب الجهمية قبحهم الله الذين يزعمون أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلق الله، والمعتزلة والذين قالوا بأن القرآن مكون من شيئين المعنى النفسي واللفظ والحروف، قالوا والمعنى النفسي هذا غير مخلوق وأما الحروف والألفاظ فهي مخلوقة كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء على نمط واحد في أن القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، إن هذا إلا قول البشر. هذا في سياق الآيات التي ذكر الله فيها قصة الوليد ابن المغيرة الذي لما سمع القرآن أعجبه وأصغى له، ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم أنه سمع شيء ما هو كلام البشر وأنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وأثنى على القرآن ومدحه. فلما توجه عليه قومه باللوم قال أنا أردت أن أختبركم وإلا القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، مع أنه يعترف أنه ليس كلام البشر في الأول، وهو لا يزال يعترف بذلك في قلبه، ولكنه لما رأى استنكار الناس عليه جاملهم والعياذ بالله وقال هذه المقالة الشنيعة. فهذا من مسائل الجاهلية أنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله وإنما هو قول البشر. إذن فكل من زعم أن القرآن ليس كلام الله شرك علامة أهل السنة كما رأيت في هذا الكتاب والإطلاع عليه. كتاب جيد شرح العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله لمسائل الجاهلية، شرح جيد ومختصر، ولكن فيه اختلاف عن بعض النسخ، فيه نقص في بعض المسائل واختلاف تقديم وتأخير، وإلا فهو في حد ذاته شرح جيد، لكن يظهر والله أعلم أنه لم يظهر بنسخة مصححة وتامة، بل عنده نسخة كان فيها خروم وفيها نقص، لكن على كل حال الذي هو شرح جيد. نعم. قال الشيخ رحمه الله أن يعد جنس العروس للثياب البيضاء من التشبه بالكفار وإن صار عادة عند أهل البلد المعين. إذا كان هذا من لباس النساء وليس هو من لباس الرجال فليس هو من التشبه، لما يسمونه التشريعة تلبس العروس ليلة العرس، هذا ليس من التشبه بالكفار لأنه موجود عند المسلمين، موجود عند المسلمين، ولكن قد يكون تشبها بالرجال إذا كان على شكل ثياب الرجال ففيه تشبه بالرجال، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، أما إذا لم يكن من لباس الرجال وإنما هو من لباس النساء وعادتهن ليس فيه تشبه، وإن كان تركه أولى وأحسن، وبشرط أن لا تظهر به أمام الرجال، إنما يكون في محيط النساء أو في داخل مخبئها مع زوجها. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. الشيخ رحمه الله يقول بعضهم إن وصفنا لأربعين نبوة في أحد الأيام. نعم. يقول بعضهم إن وصفنا يقع لي من ضر في أحد الأيام، ما يقع؟ لي من ضر، لا تقرب من ضر. نعم. في أحد الأيام بأن يغير الناس أن ذلك ليس من مسألة الدهر، إذا كان من باب الوصف كما قال تعالى في أيام الحساب، ولكن إذا كان من باب التشبه والذنب فإن هذا هو الذي يعد، فهو داخل في مسألة الدهر. نعم، هذا صحيح، إذا كان المراد وصف اليوم بأنه يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير في يوم نحس مستمر، إذا كان المراد وصف اليوم بهذا
وليس من إضافة ما يحدث فيه إليه فليس في هذا شيء. عذاب يوم أليم، يوم عسير، يوم شديد، ما في يوم حار، يوم بارد، في شيء. هذا وصف لليوم، ما هو بذم له، إنما هو وصف له. نعم. وإذا الشيخ رحمه الله هل يستقر الباب أهل الجاهلية على هذا العصر؟ أنا نبهتكم على هذا في أول درس، وقلنا إن إطلاق الجاهلية على جميع الناس هذا محرم ولا يجوز، لأن الجاهلية العامة زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم العلم. إذا كان العالم ما فيه علم شرعي كالحالة التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الجاهلية الأولى، الجاهلية العامة ليس فيها شرع، انقرضت الرسالات وصار الناس في فترة، فهذه هي الجاهلية. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها زالت الجاهلية العامة ولله الحمد، لأن العلم الإلهي والعلم الشرعي موجود ولله الحمد ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة، فليس فيه جاهلية عامة، ولا يجوز أن يقال جاهلية القرن العشرين أو أن الناس في جاهلية، هذا لا يجوز. لكن يقال هناك بعض صفات الجاهلية أو بعض الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل، جاهلية الجزئية لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما حصل منه بعض التنقص لبعض الصحابة قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية الجزئية نعم توجد، أما الجاهلية العامة هذه زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. سواء كان يقول هذا باشر او غير باشر، ام كنا قيل الشيخ كيف نواجه تلك التجاره مع ضعف امكانياتنا، وما هو الحمد المناسب لربها، وما موقف المسلم تجاهها؟ اجبونا مشكورين. هذا لا شك ان الابتلاء والامتحان مستمر، وان الجهاد باللسان والقلم أنه أمر مطلوب، رد الشبه ورد الأباطيل وبيان الحق وبحث الباطل، هذا أمر مطلوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة والمقدرة، كل هذا أمر مطلوب، وكل يقوم بما يستطيع ويسهم في نشر الخير وفي رد الباطل حسب استطاعته وحسب المصلحة ودرء المفاسد، هذا شيء مطلوب. أما الذي لا يستطيع ولا عنده مقدرة هذا يكون معذورا، لكن يكره ذلك بقلبه، لأنه ما يستطيع يغير باليد ولا يستطيع يغير باللسان، يكفي أنه يكره هذه الأمور بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل مسلم وكل طالب علم وكل عالم يقوم بنشر الخير ورد الشر بما يستطيع. نعم. قال الشيخ رحمه الله: إذا حصل المسلم على مال وظيفة تجارة أو غيرها، واستخدم بعض الأمور في شراء بعض المنتجات أو المحرمات، هل معنى ذلك كفر بالنعمة؟ إذا كان إذا حصل المسلم على مال من وظيفة تجارة أو غير ذلك،
في شراء بعض المياه أو المحرمات فأبعد ذلك أخرى الدينة. نعم، إذا استعمل رزق الله وما أعطاه الله استعمله في المحرمات والمعاصي فهذا من كفران، من كفران النعمة. سمعتم أن أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها الاعتراف بها ظاهرا، والإقرار بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا. الإقرار بها باللسان يعني ظاهرا، والاعتراف بها باطنا في القلب، وصرفها في طاعة الله عز وجل. أما إذا صرفها في معصية الله هذا كفر للنعم. نعم. هذا غير صحيح، وهذا دليل على أنه لم يقرأ الكتاب أو أنه قرأه ولم يفهمه. هذا عجيب من الكلام، شرح الطحاوية ليس فيه شيء من علم الكلام، وإنما هو بل هو يدم علم الكلام في أول الكتاب. وكله نقول من كلام الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، كله نقول من كتب الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وليس فيه شيء من علم الكلام إلا من باب الذم له والتحذير، والتحذير منه. فهو كتاب جيد وحافل بالبحوث طيبة، وهو شرح لعقيدة إمام جليل من أئمة الحديث من الأحناف، وهو الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. كتاب جيد ليس فيه مخالفة لكلام السلف، نعم، بل هو تأييد لكلام السلف. نعم. لماذا قيل الشيخ لم يهدم الصحابة الله عليهم حتى ما قيل على الأصنام التي في جلال وصف من ذلك الأمور العلوم والغيبة، فهناك الأصنام من مذاهب المصرية مع العلم أنه يقولون لماذا الصحابة والصلاة الصالح لم يهدموها فلم يهدموها. وما كانت تعبد، ولا لم يكن عندهم فيها معابد وفيها، إنما هي متروكة مهجورة، مقابر مهجورة. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما أمركم إلى المعتزلة والأشاعرة؟ الذين يقولون بإثبات الأسماء ونفي الصفات، يثبتون الأسماء فقط، ويعتقدون أنها ألفاظ مجردة ليس لها معاني، وينفون صفات الله عز وجل. والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون البعض الآخر، فهم أحسن حال من المعتزلة، أحسن حالا من المعتزلة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. والماتريدية مثل الأشاعرة، لا فرق بينهم، إلا أن هؤلاء ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، والمذهب واحد. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فيما يبلغون عن الله هم معصومون عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين. ومن شك في عصمتهم فيما يبلغون عن الله فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم. يجوز عليهم المرض، ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع والعطش ومن التعب، يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والموت، هذا كله يجوز عليهم لأنهم بشر. نعم. في
لا بأس، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر تقصر. أما إذا صليت الجمعة فتنويها جمعة مع المسلمين، تنويها جمعة ولا تنويها ظهرا، وتجزئك عن الظهر. تنويها جمعة تصليها مع المسلمين وتجزيك عن الظهر. نعم. لا ما يجوز تكتب صاد ولا تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تفوت عليك شيء إن شاء الله. أما صاد هذه ما تكتب ولا تعتبر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تشبه الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ثبت صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تشبه الله أحد الناس يقول يا قصية الله فما هو لا بأس بذلك، الله جل وعلا له لطف خفي لا يعلمه الناس وله لطف ظاهر يراه الناس، فلا بأس بذلك. نعم. بهذا المعنى ما ينبغي ولا يجوز الكلام، لكن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر له. الله جل وعلا يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم، هذا من لطفه وفضله سبحانه وتعالى، وفيه فتح باب للتوبة والاستغفار، وأن المذنب لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، فليتوب. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من حكمة الله كما سبق أن خلق الخير والشر والطاعة والمعصية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. كفارة، هذا من باب الكفارات، لأنه إذا أخر القضاء عن وقته من غير عذر فهو يكفر عن هذا التأخير، هذا من باب التكفير. التكفير ثابت في أدلة أخرى، التكفير إذا حصل من الإنسان خطأ ثابت في أدلة أخرى. نعم. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يداوم أو يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. وأما صوم السبت والأحد فلا أدري، ما أعلم في هذا الشيء. كره بعض العلماء إفراد يوم السبت بالصيام، ولكن هذا اعتماد على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حديث ضعيف، فلا حرج في صوم يوم السبت ولا في صوم يوم الأحد ولا غيرهما من الأيام، إلا الأيام التي نهي عن قيامها كيوم العيد وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران أو يوم عرفة للحاج بها، إنه يكره له أن يصوم تطوعا من أجل أن يتقوى على الوقوف والعبادة. نعم. هذا خلاف المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأم ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة، فالأم أحق بالبر، يتأكد حقها بما قاسته من الحمل والإرضاع وتربية الطفل وإزالة الأذى عنه وغير ذلك ما لا يقوم به الأب، أشياء صعبة ما يقوم بها الأب، لذلك استحقت أن يكون
حقها آكد من حق الأب. نعم. ولا شك أن رد الأحاديث الصحيحة أنه منكر، ولكن قد يكون له عذر، قد يكون لهذا الإنسان عذر، إما لأنه لم يعرف أنها صحيحة، لم يعلم أنها صحيحة، أو أنه تأولها بتأويل ظن أنه سائغ وهو غير سائغ، أو يكون قلد غيره في ذلك ظنا منه أن هذا الغير حجة، قد يكون له عذر. على كل حال هذا خطأ، ولا يجوز رد الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكفر لا بد من انتفاء موانعه. نعم. استعمال الدف مشروع في الزواج لأجل إعلان النكاح للنساء، مشروع الضرب هو للنساء من أجل إعلان النكاح، وقالوا إن الدف هو الذي يكون مغطى من جهة لا من الجهتين، هذا هو الدف، يكون مغطى من جهة واحدة، فإن كان مغطى من الجهتين فهذا هو الطبل، هذا من آلات الله. وما أعرف أنه يخصص تغطية بجلد، أي شيء غطي من جهة لا مانع إن شاء الله. نعم. لا، ما يجوز العمل بالحركة والكتابة والخطيب يخطب، بل عليه أن ينصت، يقطع الصوت ويقطع الحركة ويتجه إلى الخطيب تماما. إذا كان يكتب يتحرك ويعمل فهذا لم يستمع وينصت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والحمد لله جاءت مسجلات مريحة، يجمع مسجل ويقال يسجل كلام الخطيب إذا كنت تقصد الفائدة. لا، مر بمراحل الحمل وكغيره عليه الصلاة والسلام مر بمراحل الحمل، لكنه خلق من غير أب بكلمة كن، فكن بدل من الأب، بدل من الأب، ولهذا تمي كلمة الله لأنه وجد بالكلمة، قوله تعالى كن. نعم. على كل حال تركه أحسن، لكن إن كان معه عقيدة إن هذا يسبب الألفة ويسبب الوئام بين الزوجين فهذه عقيدة جاهلية ما تجوز، أما إن كان من باب العادات فقط فهذا لا يصل إلى حد التحريم، ولكن تركه أفضل وأحسن. نعم. لا يزيد في عمل الإنسان، ولكن هذا يكون من باب محبة الأرض الطيبة، فإذا تيسر أنه يدفن في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس في البقاع الطيبة، إذا تيسر هذا فهو أحسن، وإن لم يتيسر فلا داعي للتكلف. نعم. لا، لا يجوز أن يذهب إلى المشعوذين والسحرة يصدقهم في ذلك، أن هذا كفر بالله عز وجل، من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح الشرك، هذا الأمر لا يجوز، فعليه أن يتوكل على الله وأن يعالج بالأمور المباحة، فإن يسر الله الشفاء فالحمد لله، وإن لم يتيسر الشفاء فهو يقنع لأنه بذل السبب، بذل الأسباب والحمد لله، يتوكل على الله عز وجل ولا يعمد إلى العلاج المحرم، بل إلى الشرك بالله عز وجل والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان،
هذا أمر لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.